صباح الخير. صباح الخير، برافو هاني، جبت اسم الفقرة صح اليوم. بس كنت قلت معلومات وأنا كنت على أعصابي. أيوة، ما إحنا وين تيم، فإحنا نساعد بعض. حلو حلو الاتحاد. طبعا بالفريق الأول سارة وهاني، ومعنا اليوم ضيفتين مميزين كتير لأسباب كتيرة. سالي أبو شهاب وأسيل أبو شهاب، هم أول شيء فريش جرادز من الجامعة، إعلام وقانون، وهم تريبلتس يعني توأم. بس متطابق ولا مش متطابق؟ لا مش متطابق، ما إلا دخل لا والله تشبه بعض. كل واحدة منا لها شخصية تماما غير. لا الشخصية غير، بس احنا بنتكلم على الشكل. الشبه ممكن انا وياها ممكن شوي شوي. لا ما شاء الله تنتين حلوين. بس شكرا لكم اليوم. لا مليون بالمية يعني احنا متحمسين واحنا رح نفوز. نصبح على كل المتابعين اللي تابعونا. في منافسة سمعنا كثير احنا ما بيسوى. سمعنا كثير. دوبه متخرج لسه ما شاف. تحبون تخسرون مع عصير ولا احنا بنضيفكم ان شاء الله بعد ما نفوز. طيب ما في سرعة بديهة فالوضع بيخوف. اليوم وين، بأي مكان راح احنا عندنا الحكمة والخبرة. هم عندهم سرعة السرعة. هم عندهم روح الشباب اللي بعدهم فريش. احنا شباب، احنا ايش مرسسين انه احنا. استني هلا بس تعرفي موضوع الفقرة حتعرفي ليه مهم انه هم فريش متخرجين. خلينا نشوف الفقرة عن شو اليوم. المعلومات اللي مش عام اليوم رح تكون عن الجامعة، فعشان هيك قلت إنه هم إحنا بعدنا شباب، هم بعدهم فريش جراديوتس، فممكن تكون معلوماتهم بعدها فريش عن هذا الموضوع. أتحدى. طب يلا حلو حلو حلو، الطاقة إيجابية. طيب طريقة اليوم. المسابقة كيف؟ تسألين سؤال واحد اللي يعرف يجاوب؟ أنا خمس أسئلة، حاسة إنه عازمتك على البرنامج أنا اليوم، مش طلعت معي 20 مرة قبل. خمس أسئلة بس هم جداد لازم نخبرهم معك حق. خمس أسئلة والجواب الأقرب للجواب الصحيح هم بياخذوا النقطة. وممكن تتعادلوا. أكيد عندنا روح المنافسة فاللي بيفوز يعني مبروك. المشاهدين أول مرة يشوفوا الفقرة. صح. أنا واثقة بالمشاهد إنه حاضرني قبل. السؤال الأول، في أي بلد أو مدينة تقع أقدم جامعة بالتاريخ؟ أجاوب. بلش مع فريق ديوف. مع فريق الصبايا توينز. يلا معك 30 ثانية. أوكي أي مدينة؟ خلينا نقول المغرب. أوكي أي مدينة؟ تعرفوا شو الجامعة؟ يلا شكل ال طبعتينا هيك. هلا خليني أقول جامعة القرويين. أوكي. أيوة القرويين صح صح. يلا. المغرب، بس الجامعة يعني إذا ما كانت القرويين القيروان. أوكي جواب نهائي. جواب نهائي. أوكي خلينا نشوف الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو جامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب، وتعتبر أقدم جامعة بالتاريخ، ولا تزال عاملة لليوم بدون انقطاع بحسب تقييم اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. والحلو كتير بالموضوع هو أنه مؤسسة الجامعة هي امرأة، فبحسب إجماع الدراسات التاريخية أسست فاطمة الفهري أو أم البنين الجامعة في عهد دولة الأدارسة عام 859، وتعد أول مؤسسة علمية اخترعت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية بالعالم. هي بلشت من عندها. طيب الحين واحد واحد. هلا تعالوا. لا واحد. اثنين كلنا قلنا المغرب. واحد واحد. لا نضبطهم. هم صغار كتاكيت لزاز. طيب يلا بنمرقلكم. علامة علامة. السؤال اللي جاي لسه في أربع أسئلة. ما هي الدول الثلاث الأولى من حيث عدد الجامعات؟ أكثر ثلاث دول فيهم جامعات، والبداية مع سارة وهاني. عربية ولا؟ بالعالم. الصين، أمريكا. توب 3. الصين. الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي. والهند. والهند. أوكي. سريعين كنتوا. حاسة دارسين كلكم. هلا إحنا كل واحدة هلا إجابة. لا بس بدكم تعطوني جواب. لا حنعطي ثلاث عنا. أوكي. يلا. أوكي رح أحكي أمريكا. أوكي. بعدين بريطانيا. أوكي. والهند. هند ولا مصر؟ أوكي. خلينا نشوف. هند ولا مصر؟ الهند. خلاص يلا ماشي. الجواب الصحيح بيتراوح عدد الجامعات بالعالم بداية بين 25 و 28 ألف جامعة، لكن مش كلها طبعا معترف لها بمقاييس عالمية. بالمركز الأول الهند، تمتلك أكبر عدد من الجامعات بحوالي 4381 جامعة. بالمرتبة الثانية الولايات المتحدة ب 3254 جامعة.
أما المركز الثالث فمن نصيب الصين ب 2050. قلت لكم إياها واليوم قلت لكم وراحت النقطة. أنا عارفة قلت لكم إياها. طب واحد ونص. أنتوا نص. نص. لأنه جبتوا دولتين صح وأنا ما هو ما ينفع. ما بدي أخذ كله صح. أنتوا أخذتوا العلامة الكاملة. إذا ربحانة خليهم يطلعوا شوي خسرانين ب مع حفظ ماء الوجه. السؤال الثالث بس لسه في فرصة. بين النساء والرجال من طلاب الجامعات مين نسبتهم أكبر عالميا؟ نسبتهم يعني بالتفوق ولا نسبة الناس اللي يدرسون؟ بداية مع سيدة أسيل وسالي. يعني هم أصلا نصهم بيكون يعني فكروا بصوت عالي معنا. بس دانا بتتكلم على الآن ولا زمان؟ اليوم. عم بحكي إنه بعض النساء يعني من قبل لا تشوفون علينا محتارين. يلا جواب نهائي هو لحد يومنا هلا صح اليوم يعني قبل اخر ساعة بالعام الدراسي 2020-2021. اوكي خلينا نقول النساء. حنحكي النساء. اوكي اعطوني نسبه تقريبيه. نسبه نساء ونسبه رجال. طيب شيء 60 شيء كثير بدنا نسمع صوتها لأسيل. اوكي احنا بدنا نعطي 65 ولا لا 65 نساء و 35 رجال. اوكي لا اذا 65 معناته 45 للرجال. 35 لا انا فاشلة بالرياضيات فما رح اناقص. هو لو انت سالتينا عن زمان اكيد كنا حنقول نسبه الرجال اكثر لكن بما انه اليوم فهو يعني قريب من التعادل لكن نسبة النساء أكيد تكون أكثر فيعني تقريبا في 60 وهذولاك في 40 يعني نفس جوابهم. لا هي قالت 30 هي قالت 65 35 انتوا يعني والباقي شو ما هو عشان كذا انا بقول اوكي طلعت مو سيئة في الرياضيات. الجواب الصحيح احدث بحسب احدث احصائية لهي السنة الأكاديمية بتبلغ نسبة النساء في الجامعات 59.5% هو ده مقابل 40.5% للرجال. وبحسب احصائية حديثة ايضا النساء اكثر قابلية لاستكمال دراستهم الجامعية نسبة تزيد على 36% مقارنة من الرجال بالرجال لكن برغم هالشي للأسف تبقى في فجوة بالأجور بين الرجال والنساء بالعالم واليوم الرجل معاشه أكبر من المرأة يعني المرأة بتتقاضى تخيلوا 68% من راتب رجل بيعمل نفس حرم. وظيفتها وبتوصل النسبة ببعض الدول ل 40% بس. طب خلينا نوقف اللعبة شوية. أوكي خلينا نتناقش الموضوع. أيوة. عشان هم صغار نبغى نشوف رايهم دوبهم تخرجوا. ليه برايكم هذا الشيء وهل تحس انه في موجود في عالمنا العربي حوالينكم يعني للاسف موجود لانه بيعتقدوا انه الرجل ممكن يشتغل اكثر من المراه وهذا الحكي غير صحيح. يعني احنا هلا المراه بوقتنا الحاضر او باليومنا هذا كثير عم تثبت حالها يعني بكل المجالات فانا بصراحه بفتخر بكل مراه عم تثبت حالها ان شاء الله احنا بالمستقبل يستاهلوا النقطه. لا هم عندهم نص كملي فكر بالموضوع حسب العلامه النهائيه. نروح هلا للسؤال اللي بعده. كم يبلغ عمر اصغر خريج او خريجه جامعيه بالعالم وفي بونس بوينت هاي ممكن ياخذوها لو عرفتوا من اي بلد اصغر خريج جامعه هم اول ولا احنا دورهم صح هم دور اصغر اتوقع اصغر عمر يلا عسل كم عمره يعني كم عمره اصغر خريج جامعه اي لازم نحكي يلا سريعا اوكي الولايات المتحده الامريكيه يلا سريعا هو امريكي يلا امريكي كم عمره امريكي عمره من 8 ل 12 8 سنين طيب بعد اصغر واحد احنا نقول اكبر واحد طيب كمان صح لسه لا بعد سامجا يلا أوكي. سريعا اوكي العمر رح اعطي رينج كمان من 7 لل 8 اوكي وخلينا نقول كان من بريطانيا اوكي الجواب الصحيح اصغر خريج جامعي وبحسب موسوعه جينيس للارقام القياسيه مشاهدينا هو الامريكي مايكل كيرني اللي تخرج من الجامعه بعمر 10 سنوات عام 1994 وحصل على بكالوريوس بالانثروبولوجيا او العلوم الانسانيه هو ايضا اصغر طالب بيتخرج مدرسه ثانويه بعمر 8 سنين يا هاني وهو على فكره تم تشخيصه وهو طفل باضطراب ADHD نقص الانتباه مع فرط النشاط بطفولته وتابع دراسته منزليا وخلص جامعه في 10 نطق اول
مرة عمره 4 شهور، قرأ أول مرة 10 شهور الله يحميه، وهلأ أستاذ جامعي، والعلامة راحت لفريق هاني وسارة، بس رح أعطي نص علامة لسالي وأسيل. سريعا للسؤال الأخير، السؤال الأخير بيقول كم يبلغ عمر أكبر خريج جامعي بالعالم؟ يلا سريعا 5 seconds. أكبر شخص تخرج من الجامعة. لا لا استني حطيها بالإنبتون. يلا 10 seconds. أوكي 85 لتسعين. أوكي 85 لتسعين تقريبا this range. يلا أوكي. البلد يابان لأنه ما شاء الله دوافير، وبعدين العمر 90 ولا 9 نقول من 8 ل 90 لا أنا 90 95 صح؟ 95. الجواب الصحيح هو شيغامي هيراتا من اليابان، اللي بعام 2016 حجز لنفسه مكان في موسوعة جينيس الأرقام القياسية، وتخرج ببكالوريوس في الفنون والتصميم بعمر 96 يوم. سو علامة علامة، النتيجة النهائية 5 5 out of 5 علامة تامة لفريق النيردز بما انه ما سموا حالهم. وعندكم 3.5 لانه جبتوا كمان الجواب الاخير. شكرا دانا، شكرا اسيل وسالي، صراحه مشاركتكم كثير حلوه اليوم، وكمان اللي قلتيه صراحه اكثر من رائع.